ثلاثة ونص. حلو، نص ساعة طريق، أربعة أكون عندهم على الموعد. تدري فيني يا عيجي، ما أتأخر عن مواعيدي. تدري فيني ولا ما تدري؟ المهم أنا أدري فيني. إن شاء الله ما حشافني، إن شاء الله فشل. نشق، ليش نشق؟ ليش؟ اوف، على ما يمدينها يصعد وبدله. الله، واخيرا تمت عملية بنجاح. بنت شم، لا 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 لا، مو وقتك، تكفى مو وقتك. شو مديني الحين؟ متى يمديني اسوي؟ متى يا الله، والله علي يا وجهه، ما شو اسوي؟ هاي ما اصلحها على ما ابدل. بعد شو اسوي؟ ابدل. تأخرت، شو متى يمديني أوصل أنا؟ أمي، ألو يما. عليكم السلام والرحمة. ألو يما، اي والله طالع، راح المخيم يما عند الربع. ليش تفضل امري؟ شمعية حق شنو؟ الشعرية العزة يما، ما والورث ما اشتهر بالورث الا اليوم. ليش؟ ما يعني والله متأخر، ما يما يعني ما متى يمديني اوصل المخيم؟ ما ادري شلون. مبهلا مبهلا والله، عاجبني. اذا انا ارفض مطلبي، مرتي يا حلوتي انتي، ان شاء الله احط لك شيء على شو اسمه على الطاوله بالمطبخ واسري. اوكي، هذا هو، هذا شعير ولا بلاليط؟ لا لا لا، ايوه هذا هو، كله منك، كله منك الشعري بلاليط. ما ادري شنو هذا، اخرتني والله العظيم. يمه جبت لك هذا الشعريه، يا باي. السلام عليكم حجي. بسم الله الرحمن الرحيم، من وين طلعتي؟ حجي موجود هنا بالشارع، انا عاوز اروح حساوي. حساوي وين؟ حساوي في طريقك وانت ماشي على. لا لا يا باشا، والله ما اقدر، ما عندي وقت نهائيا، ما في سيارات، ما عندي وقت والله، متاخر صار لي يمكن ما اقدر. قلتني على الدرب، اعذرني طال عمرك، ينوبك صواب ان شاء الله وقت ثاني تاخذ الاجر عني. اعذرني والله، اعذرني. والله قلبي الصغير ما يتحمل. يلا بوقفت على هذا،
رد له تعال تعال يا باشا تعال 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 اركب 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 تفضل يا باشا. مشكور عمي. مشكور جزاك الله خير. الله يعيني على ضغط الشباب. الناس تتأخر 10 دقائق ربع ساعة. مو ساعة ونص. الله يعينك يا خلنا نشوف وصلت خلنا نشوف شو يقولون هذيل. شنو هذا؟ ايش السالفة؟ من هذول؟ ان شاء الله خير ان شاء الله خير. الشباب اللي داخل يا الاسعاف لقاهم كلهم بعضهم مصابين حروق خطيره والله يعينهم المساكين. متى الحكي هذا صار؟ قبل ساعه ونص. ما عندي وقت. ليش مش ليش؟ صدق الله العلي العظيم لما قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.